شكرا سيد الرئيس. يأسف لبنان أن يكون البعض قد حاول استغلال نقاشنا اليوم لمحاولة حرفه عن أهدافه الأصلية المتعلقة بعمل لجان يغلب عليها الطابع الفني في مكافحة الإرهاب. لذلك فإننا نستنكر الخلط في بحثنا اليوم بين الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي والإرهاب، والأفضع أن الجهة التي قامت بذلك هي جهة لا تمارس الاحتلال فحسب، بل أنها تواصل الاعتداء على جيرانها وتستمر في تحدي قرارات هذا المجلس وأحكام القانون الدولي. وهذا بدوره يؤكد على أهمية وضع تعريف متفق عليه لمفهوم الإرهاب، وهو الأمر الذي ما فتئ وفد بلاد يدعو إليه. شكرا سيد الرئيس.